سلام البنات ومرحبا بكم في قناة متخصصة التجميل غزلان. فيديو اليوم طلبتوني عليها بزاف ديال المرات، وخصوصا البنات اللي كيتابعوني على الانستغرام سولوني شنو درتي حتى ولاو عندك الحنيكات، حتى زدتي في لو بوا من 50 كيلو ل 60 كيلو. فانا كما العاده ما كنبخلش عليكم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه فهي عطاتني 5 كيلو في اسبوع، يعني مده ديال الاسبوع زدت 5 كيلو، والاسبوع الثاني عبرت راسي لقيت تقريبا 59 كيلو فاصله شي حاجه، تقريبا 60 كيلو. الحمد لله وصلت للوزن اللي كنت باغا. البنات اللي بغاو يتابعوني على الانستغرام ديالي هو غيزان بيوتي، غنخليه لكم لتحت في لابار دانفو، وما غنطولش عليكم غندوز معكم لهاد الوصفه. وبطبيعه الحال فما درتهاش بوحديتها باش نكون واضحه معكم، لان انا من داك الناس اللي ما عندهم الشهيه نهائيا. فبديت بالوصفه اللي كنت فايت اللي حطيت لكم في الفيديو السابق، نخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف الا بغيتو تمشيو تشوفوه. هذيك الوصفه فحال لا تنقول انا هو المفتاح للزياده ديال الوزن ديالي. بديت بهذيك الوصفه وتبعت مع هذه باش الحمد لله وصلت للنتيجه اللي انا يا بغيت. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الشهيه مفتوحه طبيعيا فبلا ما يستعملوا هذيك الوصفه، اما بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الشهيه نهائيا فهنا غادي نقول لهم ضروري ضروري تستعنوا بالوصفه السابقه. غنخليها لكم في صندوق الوصف باش تمشيو تشوفوها. انا عطيتكم اشنو درت اكزاكتومون، يعني باش ما نكونش كنكذب عليكم، انا جربتهم بجوج وتبعتهم بجوج، فانا تقاسمتهم معكم بجوج ولكم الاختيار. وهاد الوصفه هذه فهي صالحه ايضا للرجال باش ما تقولوش نسيتكم، وللاطفال كذلك، لانها كتعاون في بناء الاجسام، ما كتعطيش الشحمه اولا ما كديرش الترهلات. هاد الوصفه هذه كتخليك تاخدي وزن بشكل طبيعي، وبالتالي ما كيوقعوش عندك لا ترهلات ولا كتخرج لك الكرش ولا حتى شي حاجه. فما غنطولش عليكم اكثر من هكا وغندوز معكم الوصفه. عندي في الوصفه ديال اليوم غنحتاج للتمر اللي كيكون على هذا الشكل، لابد يكون داك التمر المعسل. غناخذ منه 3 ديال التمرات اولا 5، دائما ناخذ بالفرد. بالنسبه لي انا غندير 3 تمرات فقط. بسم الله ناخذ واحد الاناء اللي غنحضر فيه ولا غنحط فيه المكونات ديالي. غناخذ 3 ديال التمرات، غنحيد لهم النواه طبيعه الحال، فكما كتشوفوا خصو يكون معسل باش كيعاوننا في الطحن، وحتى النسبه ديال السكر كتكون فيه كثيره. فبالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم التمر معسل، ولكن الحمد لله دابا في رمضان انا متاكده على ان الناس غادي يكون عندهم التمر، المهم تقدروا تعوضوه الا ما توفرش بحفنه صغيره ديال الزبيب اولا 20 غرام ديال الزبيب. وإلا كنتو بغيتو الحلاوه تقدروا تزيدوا ملعقه ديال العسل الحر اولا الطبيعي، ماشي العسل المصنع اولا المصنوع من السكر. غادي نضيف للتمر ديالي نصف ملعقه صغيره ديال الزعتر البلدي، فالزعتر فاتح للشهية، كيرفع لنا الشهية وكيرفع لنا ولا كيحفز عملية الهضم تم بشكل جيد، يعني الأكل اللي كناكلوه فهو كيتهضم وكنستافدو منه بسرعة. وغادي نضيف على التمر ديالي والزعتر 5 ديال القرقاعات أو الجوز اللي كسرتو شي شوية بيديا فقط غير باش نعاون في عملية الطحن. وغادي نضيف على هاد المكونات موزه اللي تكون طايبه اللي تكون ناضجه ماشي باقا خضراء، لان الا كانت باقا خضراء فما غاديش تهضم لينا بسهوله، وبالتالي ما غاديش نحصلو اولا ما غاديش نحسو بالجوع دغيا. بالنسبه للتمر فانتم عارفين غني بالسعرات الحراريه، القرقاع رافع جيد للشهيه لانه كينظم هرمونات اللي كاينه في الدماغ، وبالتالي كيعطينا الدماغ داك الامر بالاحساس بالرغبه في الاكل. وبالنسبه للموز فهو كيزيد في الوزن بشكل سريع ورهيب، خصوصا الا خلطناه مع الحليب، لان الحليب فيه بروتينات كتزيد من المفعول ديال هاد المكونات هادو. بالتالي هاد الوصفه هادي فهي احسن بكثير من فواتح الشهيه اللي كناخذو من الصيدليات واللي كيتسببوا لنا فقط في امراض غير مرغوب فيها. وغادي ناخذ كاس كبير من الحليب اللي يكون بارد، ها هو كما كتشوفوا.
غادي نخلط هاد المكونات في الخلاط الكهربائي ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال المشروب. المشروب اللي حصلت عليه من بعد ما طحنته في الخلاط الكهربائي، القوام ديالو ما كيجيش خفيف بزاف وما كيجيش ثقيل كذلك. بالنسبه لوقت تناول هذا المشروب، فبالنسبه لشهر رمضان غادي تشربوه وسط الفطور، ماشي هو الاول غادي تبداو به، فتاكلوا شي حاجه وعاد من موراها تاخذوا مباشره هذا المشروب وتكملوا الفطور ديالكم عادي. اما بالنسبه لما وراء شهر رمضان اولا في الايام العاديه ان شاء الله، فيمكن لكم ديك الساعه تاخذوه في الصباح وتاخذوه في الليل باش هكا تزيدوا في الوزن بشكل سريع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. خليوا حق القناه كما تنقول لكم دائما لايك الى عجبتكم الفيديو، وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بجميع وصفات وفيديوهاتي. كنضرب لكم موعد الى فيديو قادمه. تبقوا على خير. سلامه.